نشرة أخبار الثامنة من الوطنية الأولى والبداية بالعناوين. في موكب مهيب وحاشد الرئيس الراحل محمد البيجي قائد السبسي ورثراء، والتونسيون يودعون رئيسهم ويشيعونه إلى مثواه الأخير بمقبرة الجلازة. القائم بأعمال رئاسة الجمهورية محمد الناصر يؤبن الرئيس الراحل محمد البيجي قائد السبسي، وعدد من قادة الدول يشاركون في جنازة الفقيد ويشيدون بمناقبه. وتغطية إعلامية محلية وعربية وأجنبية لجنازة الرئيس محمد البيجي قائد السبسي ووداعه يتصدر عناوين أغلب الصحف. تحية طيبة لكم جميعا، أهلا بكم. خلال موكب رسمي خاشع ووري جثمان الرئيس الراحل محمد البيجي قائد السبسي الثراء في مقبرة الجلازة، موكب حضره العديد من قادة الدول العربية والدولية والشخصيات الوطنية وجموع غفيرة من المواطنين الذين توافدوا على المقبرة لإلقاء نظرة الوداع على الرئيس الراحل، مرددين النشيد الوطني والشعارات المنادية بالولاء لتونس. في جنازة وطنية مهيبة ودعت تونس اليوم شعبا وحكومة رئيس الجمهورية الراحل محمد البيجي قائد السبسي في موكب عسكري خاشع. جثمان الرئيس الراحل محمد البيجي قائد السبسي ووري الثرى اليوم في مقبرة الجلاز، حيث حضر أفراد عائلة الفقيد والقائم بأعمال رئيس الجمهورية محمد الناصر ورئيس الحكومة يوسف الشاهد، إلى جانب العديد من رؤساء وقادة الدول الشقيقة والصديقة والوفود الدبلوماسية والشخصيات العالمية والوطنية والأمناء العامين لعدد من المنظمات الإقليمية والدولية. كما توافد المواطنون من مختلف الفئات لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة على الرئيس الراحل محمد البيجي قائد السبسي. موكب الجنازة الوطنية المهيبة للرئيس الراحل الذي وكبته وسائل الإعلام الوطنية والأجنبية، وقبل الوصول إلى مقبرة الجلاز مر الموكب عبر تقاطع جامع مالك بن أنس بقرطاج في اتجاه الطريق الوطنية، ثم الدخول إلى وسط العاصمة عبر نهج غانا، ثم شارع محمد الخامس، مرورا بساحة 14 جانفي وتمثال الرئيس الأسبق الراحل الزعيم لحبيب بورقيبة، ثم شارع المنصف باي. وكان جثمان الرئيس الراحل البيجي قائد السبسي الموشح بالراية الوطنية راية تونس قد غادر دار السلام مقر الإقامة الرئاسية بقصر قرطاج على متن عربة عسكرية باتجاه القاعة الكبرى في قصر قرطاج، حيث تم تأبين الرئيس الراحل البيجي قائد السبسي. وبوفاة الرئيس الراحل محمد البيجي قائد السبسي واحترام القائمين على الدولة للقوانين والمؤسسات، وجه التونسيون للعالم بأسره رسالة عنوانها الأبرز أن تونس دولة ديمقراطية تحتكم إلى القانون والمؤسسات، شعبها قادر على تسيير شؤونها في أصعب وأحلك الظروف. وقد استعرض القائم بمهام رئيس الجمهورية محمد الناصر خلال موكب التأبين الذي جرى بقصر قرطاج بحضور عدد من قادة دول شقيقة وصديقة وممثلي منظمات دولية وإقليمية، إلى جانب عائلة الفقيد وثلة من الشخصيات الوطنية وممثلي الأحزاب والمنظمات، استعرض مسيرة الرئيس الراحل محمد البيجي قائد السبسي الذي توفي في عيد الجمهورية التي قضى حياته في خدمتها وصيانة مكاسبها والدفاع عن قيمها. بحجم قيمة الراحل وذيوع صيته في العالم والسمعة الطيبة التي يحظى بها لدى الدول الشقيقة والصديقة لتونس، كان مستوى الحضور في موكب تأبين رئيس الجمهورية الراحل محمد البيجي قائد السبسي تحت إشراف القائم بمهام رئيس الجمهورية محمد الناصر الذي ألقى كلمة بالمناسبة عدد فيها مناقب الفقيد الراحل أول رئيس جمهورية منتخب بعد الثورة. نحن في حضرة سيادة رئيس الجمهورية التونسية السيد البيجي قائد السبسي. يا سيادة الرئيس، فارقتنا يوم عيد الجمهورية، الجمهورية التي قضيت حياتك في خدمتها وفي صيانة مكاسبها والدفاع عن قيمها.
وقد ذكر محمد الناصر القائم بمهام رئيس الجمهورية بمراحل نضال رئيس الجمهورية الراحل الباجي قايد السبسي وبالمناصب التي تقلدها خلال مختلف محطاته السياسية بكل مسؤولية ووطنية، فكان رجل دولة بامتياز. فارقتنا بعد أن قضيت عمرا في خدمة الشعب، في خدمة الوطن، في خدمة الدولة، وكان التزامك الوطني محركاً لأعمالك في مختلف المسؤوليات التي تقلدتها. مشوار من النضال والعمل السياسي جمع الفقيد الباجي قايد السبسي والقائم بمهام رئيس الجمهورية محمد الناصر، كان رفيقي درب، والكلمة لمحمد الناصر في نبرة مشحونة بالكثير من الحزن وكبار الفقد. كنا أنا والرئيس الباجي قايد السبسي رفاق درب، نظلنا معا في الحزب، الحزب الدستوري، وانتسبنا إلى مدرسة زعيم الحبيب بورقيبة في العمل الوطني وفي ملحمة بناء الدولة الوطنية. أيها العزيز البجي، عرفنا فيك الحماس في خدمة الوطن والتفاني في خدمة الشعب، عرفنا فيك التعلق بمبدأ وحدة الصف الوطني والسعي إلى التوافق حول مصالح البلاد العليا. اليوم وأنت تلبي نداء ربك، نحن عاجزون على توديعك. كلمة التأبين أكد فيها محمد الناصر أن الرئيس الراحل كان مهندس الوفاء في الوطن ومناصرا لوحدة الصف الوطني المبنية على الحوار منذ 14 و2000. إذن كما كنتم تشاهدون، قادة ورؤساء دول شقيقة وصديقة حضروا اليوم موكب تأبين فقيد تونس وقدموا له التعازي حكومة وشعبا ولعائلة الرئيس الراحل في هذا المصاب الجلل، مثمنين نضالات الأستاذ محمد الباجي قايد السبسي والدور الفاعل الذي لعبه في خدمة تونس ودعم علاقاتها الخارجية وإنجاح المسار الديمقراطية ومواقفه الحكيمة والرصينة إزاء مختلف القضايا العربية والإقليمية. في كلمة تأبينه الرئيس الراحل الأستاذ محمد الباجي قايد السبسي، قال الرئيس الجزائري عبد القادر بن صالح إنه جاء يقاسم تونس باسم الجزائر المصابة والألم في فقد رجل اعتبر رحيله خسارة للجزائر والعرب والمسلمين ومحبي السلام عبر العالم، مؤكدا حرص الفقيد خلال نقاشاتهما الأخيرة على بناء الوطن والدفاع عنه وعن الأشقاء العرب، ومعبرا عن ثقته في الشعب التونسي الذي أنجب أمثال قايد السبسي ليواصل المسير على خطاه وخطى رجالات البلاد. نقف كلنا احترام وتقدير، نقف لكي نترحم عليه ونتمنى للعائلة وللشعب التونسي الصبر لتجاوز هذا الامتحان. أما الرئيس الفلسطيني محمود عباس فقد أفاد في كلمته أن الراحل قائد وزعيم فقدته الأمتان العربية والإسلامية، كما تونس حفظ بلاده في أحلك الظروف وخلف بورقيبة في ريادة الواقعية السياسية المعاصرة وفي استضافة الفلسطينيين. إننا على ثقة بأن هذا الشعب الشقيق سوف يحافظ على الإرث الوطني الكبير الذي أرساه الزعيمان الحبيب بورقيبة والباجي قائد السبسي. رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية وبعد تعزية أسرة الراحل والشعب التونسي ذكر مما بذله الرجل الذي وصفه بأحد عظماء تونس المعاصرة، ما بذله من جهد دؤوب لخدمة بلاده على امتداد فترات سياسية طويلة ومتعاقبة، لافتا إلى مرونته الدبلوماسية المدهشة. تتشكل شخصية بديعة ذات ملامح ومكونات متكاملة، توجت بكاريزما ذاتية وحضور لافت لا يختلف في جدارتها وأهليتها أحد.
رئيس البرتغال مارسيلو ريبيلو دي سوزا شدد هو الآخر على أن الراحل كان رجلا عظيما. فلينعم بالراحة الأبدية وبطلب الرحمة له من كل الرجال والنساء الصالحين. أما الرئيس المالطي جورج فيلا فقد ذكر بأن الفقيد الأستاذ محمد الباجي قايد السبسي تراس تونس بعد انتخابات ديمقراطية، وأنه أعطى كل ما في وسعه لتونس حتى الرمق الأخير. اليوم خسر العالم وخاصة منطقة البحر المتوسط رجل دولة كبيرة ستبقى ذكراه معنا دوما. الملك الإسباني فيليب السادس الذي عبر عن دعم بلاده الدائم تونس قال إنه جاء يتقاسم باسم التاج الملكي والشعب والدولة الإسبانية مصاب التونسيين في فقد رجل دولة عظيم ترك بصمات تضحياته والتزامه الوطنيين ولعب دورا فارقا في مساري الديمقراطية والنمو في تونس خلال سنوات الانتقال الديمقراطي. سنوات مليئة بالتحديات نجح الراحل في مواجهتها. أما الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون فقد وقف وهو يؤبن الراحل عند أيامه الأخيرة وما أثبت فيها من القوة والصلابة، وعند عزة التونسيين الذين سندوا رئيسهم حتى رمقه الأخير ورفقوا رحيله، مذكرا بمسيرة الفقيدة السياسية الزاخرة بالمسؤوليات الجسيمة وزيرا وسفيرا ونائبا ورئيس حكومة فرئيس دولة، مشددا على التزامه بالانفتاح الإنساني وبالحقوق والحريات. لقد كان لكم رئيس عظيم، عظيم جدا، عرف كيف يحافظ على حكمة سنوات الخبرة المتراكمة وشباب لا يقهره شيء. ضيوف تونس الذين جاءوا يودعون معها رئيسها الراحل حلوا بأرضها البارحة وصباح اليوم، وكان في استقبالهم رئيس الحكومة يوسف الشاهد. شخصية وطنية عددت بدورها مناقب الراحل ونوهت بتاريخه الحافل بالمواقف والأدوار في خدمة تونس. يتفق من كان لهم شرف تحمل منصب رئاسة الجمهورية في فترات سابقة وأيضا ممن كانت لهم قرابة بالراحل محمد الباجي قايد السبسي، ولا يختلفون على أن الأخير كان رجلا وطنيا بامتياز نذر حياته لخدمة تونس دون حساب. بالمختصر رجل عظيم، والكلام لهم أثناء تقديم واجب العزاء قبل توديع الباجي قايد السبسي الوداع الأخير. دي رجل عظيم تفقده تونس معناها بحسارة وبحزن فهمتني، وسيحضر له التاريخ كل ما قام به في حياته. الشيء المهم هو أنه هذا الرجل الذي خدم الجمهورية، يعني اليوم الحمد لله الجمهورية واقفة والدولة واقفة، وبالنسبة لي هذا أهم شيء، وحنا على التوانسة كنا لازم نكونوا فخورين بهذا. حياته كل قضاها في مصلحة الوطن، يقول لي بديت نخدم في الوطن منذ سنة 26 سنة والآخر رمق في حياته. رئيس باجي قايد السبسي عمل تونس، خدم تونس إلى آخر رمق في حياته، الله يرحمه. ودعنا رجل دولة عظيم، ومن واجبنا جميعا أن نبقى أوفياء لهذه التوجهات السامية حتى نستكمل البناء. كما لا يختلف عن هؤلاء آخرون ممن جمعتهم اللحظة بالراحل زمن كادت فيه تونس ما بعد الثورة أن تشهد انزلاقات كبرى، إذ يقولون إن محمد الباجي قايد السبسي كان رجلا منحازا للتوافق والتوازن، وهو أيضا يستحق حتى أكثر من هكذا اعتراف دولي ورسمي وشعبي. هذا يوم حزين من أيام تونس، ولا يعزينا في فقد هذا الرجل الوطني الغيور الحكيم، إلا أنه ترك البلاد على المحجة البيضاء، تركها على الصراط المستقيم. موت الباجي قايد السبسي معناها بطبيعة الحال ما زادنا إلا لحمة وإرادة على المضي قدما باش نقدموا ببلادنا وتزدهر بلادنا، وعندنا ثقة في شعبنا وعندنا ثقة في كل نخبنا ومؤسساتنا. كما ترك محمد الباجي قايد السبسي وراءه تاريخا مزدحما بالمواقف والأدوار، تاريخا لن ينسى.
كما أشادت شخصية عربية ودولية بمناقب الفقيد محمد الباجي قائد السبسي، واتفقت في توصيفاتها على حكمة الرجل في إدارة الأزمات، ما يجعل منه شخصية استثنائية. في تقاطعات شهادات الشخصية العربية والأجنبية التي جاءت لحضور جنازة الفقيد، عناوين تتكرر: شخصية فذة لا يمكن إسقاطها من الذاكرة، شخصية وطنية أوصلت تونس إلى بر الأمان في فترة كانت مفتوحة على الارتباك والانتكاس، شخصية تستحق التقدير. باختصار، هي شخصية لا تنسى. هذه شخصية فذة، خدمت بلادها بقوة، وأيضا كانت حريصة على استقرار المنطقة ككل، ولذلك كان اهتمامه باستقرار جارتكم ليبيا اهتماما شخصيا، وكان على مستوى عالي من الصدق ومن الصراحة، وسيبقى في الذاكرة كعلامة مضيئة في تاريخ تونس وتاريخ عموم العالم العربي. لا يمكن أن حد ينساه، كان شخصية عظيمة أنقذت تونس، ويعني بحكمته وبإدارته الجيدة للأمور وللصعوبات نجح في تخليص هذا البلد والوصول به إلى بر الأمان، وشخصية لا تنسى. الوافدون لتقديم واجب العزاء اتفقوا على أن الراحل كان زعيما مخلصا لقضايا الأمة العربية والإسلامية، وشخصية بمثابة بوصلة الخير والاستقرار. نحن نقدم العزاء باسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وصاحب السمو الملك الأمير محمد بن سلمان ولي العهد وحكومة شعب المملكة العربية السعودية في فقيد الأمة العربية والإسلامية، والحمد لله عز وجل، قضى الله وقدر، والأمة العربية والإسلامية فقدت زعيم مخلص لقضاياها وفقها الله في خدمة الدين والوطن. تونس والرجل شكلوا بوصلة نحو استراتيجية الخير والسلام والاستقرار، ليس لتونس فحسب وإنما للبشرية. نحن نتعلم والبشرية تتعلم من صمود هذا الشعب الرائع. وقرن عدد من ضيوف تونس حصافة الرجل بنجاحه في إرساء ديمقراطية ناشئة ستظل محل الاهتمام الدولي. المفوضية الأوروبية ملتزمة جدا بمواصلة تعهداتها مع تونس حكومة وشعبا، ومواصلة دعمها في اتجاه نحت غدها المشرق. الوزير الأول الكندي الذي أرسلني كمبعوث فيه الخاص للتعبير عن الصداقة العميقة لتونس والتقدير الكبير للراحل الباجي قائد السبسي للقضايا التي يدافع عنها والحظوظ الوافرة للديمقراطية في تونس التي برهنت للعالم أنها ممكنة في بلد عربي مسلم. رحل محمد الباجي قيد السبسي السياسي والإنسان، وترك وفق الكثير تاريخا حافلا ومرجعيات اقترن فيها اسمه باسم تونس. إذن اليوم هو يوم تاريخي اصطفى فيه تونسيون على اختلاف انتماءاتهم لإلقاء نظرة الوداع على رئيسهم. يحيي الرجال الرجل الحاضر الغائب، ترفع الأيادي تحية عسكرية أو مدنية تلقائية توديعية، نشيد وطني يؤدى، رايات وطنية ترفع، هتافات باسمه، وأعين ترقب وتشيع وتدمع. تحية مودع ترجمها تجمع الآلاف على امتداد الطريق من قرطاج إلى الجلاز في مشهد استثنائي قل نظيره في المنطقة العربية، فالكل يريد إلقاء نظرة الوداع على رئيسه الراحل محمد الباجي قايد السبسي، وفي القلب والبال الكثير من الفخر والحزن. الشعب الكل يخرج يد واحدة، بالأحزاب الكل، بالأطياف الاجتماعية، بالقليل، بالزوالي، باللي لبس عليه رئيس، كان وحدنا وهو حي، واليوم مرة أخرى يوحد التونسيين حتى في وفاته. شو شويت عليه؟ شو أمبوسيبل يجي واحد كالباجي حب تونس وخدمته، شو عليه ريحة بورقيبة؟ الله يرحمه ربي صبرنا ونقفوا لبلادنا. جيت من 5 تاع الصباح على خاطر الباجي، جبت ولدي باش يشوف، معناها باش يعرف بلاده وباش يعرف رئيسه، وهذه راهو هذه حاجات نغرسوها نحن في اولادنا، والوطنيه لازم نغرسوها في اولادنا. ومن محبه تونس احنا لقيتنا هنا في السمش
وفي الطقس هذا يعني واقفين، منا نشيعوا فيه ومنا محبتنا لتونس. نظرة الأخيرة الشعب الكل كي نقول لك من شاغل دوغول حتى كشي للجلاز، ثنية الكل هالشعب يحب البيجيقة يحب رئيسه. أستاذ وجه قيد سبسي عمره ما كان رئيس وهو زعيم، وخلى بلاصة كبيرة على البلاد وخلى بلاصة كبيرة على العالم العربي. نارنا عائلة جزائرية جينا هنا باش نوقفوا مع أخواننا توانسة في اليوم هذا. مشاعر امتزجت بدعوات الوحدة الوطنية واستكمال المسار، فموت الرئيس جامع موحد لكل التونسيين. سيد الرئيس نم هانئا كما عشت بيننا كما تمنيتنا بقدرة ربي، وانت في مثواك الأخير ستشهد أن تونس كما حبيتها كما باش تكمل. يا رب إن شاء الله تونس ديما عالية، إن شاء الله يتبعوه هو بعد شباب نتاعنا، إن شاء الله يجي كيفهم هما إن شاء الله. بقدرة ربي بقدرة ربي خلاها مريقلة باش تمشي مريقلة. نحن تونس ولادة وإن شاء الله يجي شكون اللي يكمل المسيرة نتاعو هو. الله يرحمه ينعمه. برا وبحرا وجوا أعين تشيع جثمان الرئيس إلى مثواه الأخير، وأعين ترقب مسيرة شعب ووطن انتهت فيه مرحلة السبسي، لكن سفينة ديمقراطية فيه تواصل مسارها بعد موت من عاش فيها كريما ومات عظيما، محمد الباجي قائد السبسي الحاضر الغائب. إذن جنازة مهيبة عاشت تونس والعالم مختلف لحظاتها اليوم عبر بث مباشر متواصل لساعات رصدت خلالها كاميرات الأخبار عبر القصر الرئاسي والشوارع ومقبرة الجلاز، مشاهد قوية ترسم ملامح تونس الاستثنائية. لحظات فارقة، صور ومشاهد تخلد يوم 27 من جويلية 1920 في ذاكرة وطن وشعب وتاريخ أمة، ستحفظها الأذهان وتتحدث عنها الألسنة طويلا وهي تستحضر جنازة رئيس الجمهورية التونسية الراحل الأستاذ محمد الباجي قائد السبسي. فبين دموع تخضب الوجنات وعيون تسقي الماء آهات وجحافل الخارجين يودعون رئيسهم الوداع الأخير شيبا وشبابا وصغارا، مرت العدسات والتقطت من اللحظات أصدقها وأعمقها. لم يختلف في بكاء الرئيس الراحل أهل ولا رجال دولة من الصف نفسه أم من صف سياسي مغاير ولا مواطنون، الجميع عز عائلة الفقيد بالحضور كما في الغياب، وعزى نفسه وشعبه كل على طريقته في رثاء الفقيد. رافعين أعلام تونس وصور الرئيس المترجل انتشروا عبر طريق طويلة حملت جثمانه من القصر الرئاسي إلى جامع قرطاج، ثم عبر قلب العاصمة فمقبرة الجلاز. تونسيون شيعوا في مهابة رئيس البلاد، وستظل المشاهد تروي في حب تونس ما لم تحكه الكلمات. إذن تناقلت القنوات التلفزية التونسية والعربية والأجنبية صور المباشرة لجنازة الرئيس الراحل محمد الباجي قائد السبسي، والتي أمنت تلفزة تونسية شارة إرسالها. لحظة حزينة في تاريخ تونس مرت في هدوء وسكينة. في تونس اليوم هدوء كلي عما أرجاء البلاد يشهد به العالم، لا صوت يعلو فوق أصوات تكبل لفقدان الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي وأخرى تردد النشيد الوطني. يوم تاريخي مشهود أمنته القوات المسلحة من جيش وحرس رئاسي ووحدات الأمن الوطني، هي صور تحاكي واقع تونس وتبعث برسائل بليغة تؤكد استقرار البلاد. أقيمت مراسم تشييع جثمان الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي وسط إجراءات أمنية مشددة. صور أمنتها مباشرة التلفزة التونسية بمجهودات تقنيها وصحفيها والساهرين عن تسهيل شؤونها، وبجودة عالية منحتها لفائدة وسائل الأعلام الأخرى إثر ضمان شارة الإرسال لفائدة القنوات التلفزية المحلية والعربية والأجنبية لمواكبة الحدث الجلل وتغطية جنازة الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي. شعب ودولة بتاريخ عريق.
جنازة مهيبة حضرها كبار قادة الدول أشادت بها أطراف خارجية ونقلتها قنوات تلفزية أجنبية بأجمل الصور. تصريحات أعلامية قيمة ستبقى في الذاكرة ويخلدها التاريخ في ذكرى رحيل القائد الأعلى للقوات المسلحة الرئيس الباجي قايد السبسي رحمه الله. توديع تونس رئيسها الراحل محمد الباجي قايد السبسي كان أيضا محل متابعة هامة من قبل وسائل الإعلام المحلية والدولية. في هذا التقرير رصد لبعض ما صدر في عدد من الصحف. الشعب يودع رئيسه، الوداع الأخير، تونس تودع رئيسها وزعماء العالم في وداع السبسي، هي بعض من العناوين التي تصدرت اليوم الصحف التونسية والدولية والتي عبرت أغلبها عن مسيرة فقيد الوطن التي كانت استثنائية. فقد اعتبرت جريدة الشروق في مقالها الافتتاحي أن وفاة رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي تحول إلى درس لكل العالم، ما جعل من تونس مرة أخرى الاستثناء في محيطها العربي. كما تم التأكيد على ضرورة أن يدرك السياسيون الذين يستعدون للترشح للبرلمان القادم أنه أمام شعب عظيم قادر على محاسبتهم. وفي ورقة خاصة تحدثت جريدة الصحافة عن سلاسة انتقال السلطة في ظرف سويعات، مشيرة إلى التغيرات التي قد تطرأ على الحسابات الحزبية بعد تغيير موعد الانتخابات. واعتبرت جريدة المغرب الرئيس الراحل أيقونة من أيقونات الانتقال الديمقراطي، مؤكدة أنه قد وحد الشعب التونسي حيا وميتا، وأفادت بأن تونس تشيع اليوم رئيسها وهي تعلم جيدا بأن الانتقال الديمقراطي رغم نجاحاته ما زال هشا وأن عملية بنائه ما زالت متواصلة. جريدة العرب أكدت أن تجنب الشعور في السلطة بعد وفاة سبسي وتنظيم انتخابات رئاسية مبكرة يشكل تحديا وسط مناخ سياسي مشحون. فيما تحدثت جريدة لو باريزيان الفرنسية عن حضور القادة العرب في موكب التأبين وعن الحضور الكبير للمواطنين لوداع رئيسهم وسط التعزيزات الأمنية المكثفة. وفي آخر خطاب له بمناسبة الاحتفال بالذكرى 63 لعيد الاستقلال، لم يستبعد الرئيس الراحل الباجي أو محمد الباجي قايد السبسي إمكانية أن لا يكون حاضرا للاحتفال بهذه المناسبة السنة المقبلة، أي هذه السنة. رئيس الراحل شدد في هذا الخطاب على ضرورة استمرارية الدولة التي تبقى فوق الأحزاب والأشخاص على حد قوله. لازم تعرف عليه غدوة من موجود، نرى موجود هنا ولا موجود التحاق بالرفيق الأعلى. لا، نحبوا كيف نلتحقوا به يكونوا ضميرنا معناها مرتاحة. رحل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي وبقيت هذه الكلمات التي ألقاها في آخر خطاب رسمي له خلال الاحتفال بالذكرى 63 لعيد الاستقلال. بقدرته الخطابية المعهودة تحدث الرئيس الراحل طيلة 52 دقيقة، لم يستبعد فرضية أن لا يكون حاضرا في عيد الاستقلال القادم، فشدد على ضرورة استمرارية الدولة التي لا ترتبط بالأشخاص بل بالسياسات. في العام الجاي إذا كان ثم شكون مش يجي يحتفل بمرور بعيد الوحدة، ولا أعلم، أنا إنسان مسلم معناها، والحياة والموت في يد الله سبحانه وتعالى، لكن إن شاء الله ربي يلهمنا إلى ما فيه خير لتونس. الرئيس الراحل كان تحدث أيضا بصراحة ودون مجاملة عن الفرق بين رجل السياسة ورجل الدولة. ولكن رجل الدولة يخمم على الأجيال القادمة ويخمم على مستقبل البلاد متاعنا، لأننا عايشين في عالم يعني في تغيرات، يشهد تغيرات عميقة وسريعة. الخطاب الأخير للرئيس الراحل في عيد الاستقلال كان حمل جملة من الرسائل، شدد من خلالها قائد السبسي على أن تونس دولة مدنية تقوم على المواطنة وإرادة الشعب وعلوية الدستور، دستور أتاح انتقالا سلسا وسريعا للسلطة بعد وفاة الرئيس، فكان رحيله مناسبة أخرى برهنت تونس فيها أنها استثناء في محيطها العربي. رجل يجله ويقدره خصومه قبل أنصاره، ويشهد له العالم بذكائه السياسي وحكمة قيادته وهو في تلك السن، ولم يكن ليحظى بتلك المكانة لولا مواقفه التي تميز بها وطنيا ودوليا.
كانت جرأة منه وشجاعة حين تقدم لإدارة شؤون البلاد إبان الثورة في ظرف صعب على كل المستويات. وعبر القصرين القصبة وقرطاج كان شعاره أن تونس لا تحكم إلا بالتوافق، حفاظا على الوحدة الوطنية التي ظل يشدد عليها في كل خطاباته. ضروري هو كون تونس توصل المسيرة بتاعها ونعاودها ونكررها، ما تجم توصل مسيرتها إلا بالوحدة القومية بين جميع أنواعها. موقف حرص على إقراره ممارسة عبر جهوده لدفع الحوار الوطني خلال الفترة الانتقالية وبعثه ما يعرف بوثيقة قرطاج في نسختها الأولى والثانية كمسار سياسي لتحديد أولويات الحكومة حين تعطلت لغة الحوار. بين النجاحات والإخفاقات كان يحتكم إلى قواعد اللعبة الديمقراطية ويغلب المصلحة الوطنية على الأحزاب. شو لب في لب؟ مشي من مصلحة زيد أو مصلحة عمرو، مصلحة تونس، وتونس قلنا واتفقنا في هذا أن الدولة فوق الأحزاب والأحزاب فوق الأشخاص. يشهد له في الداخل والخارج بأنه كان صمام أمان عند الأزمات، وحتى على الساحة الدولية استثمر خبرته السياسية فتعامل مع الوضع بالجوار الليبي من منطلق الإيمان بأن أمن تونس من أمن ليبيا، وأطلق مبادرة لتسوية سياسية للأزمة الليبية انضمت إليها كل من الجزائر ومصر. مواقفه مما يجري بالمنطقة العربية صدح بها خلال آخر قمة عربية ترأسها. فمن غير المعقول والمقبول أن يتواصل الوضع على ما هو عليه، وأن تستمر المنطقة العربية في صدارة مؤشرات بؤر التوتر واللاجئين والمآسي الإنسانية والإرهاب وتعطيل التنمية. الحكم بالنسبة إليه مسؤولية تجاه الوطن والأجيال القادمة. يعني قلنا يلزم الناس اللي تحمل المسؤولية يعني يخموا في اليوم اللي مش يخرجوا منها، مش يخرجوا بشرف. المسيرة السياسية للرئيس الراحل محمد البيجي قايد السبسي نحتت أو نحتت بأحرف من ذهب مواقفه الثابتة للنهوض بالمنطقة العربية، وخير شاهد على ذلك القمة العربية التي احتضنتها تونس، وكانت الإطار الأنسب والرابطة الوثقى التي جمعت الدول العربية للتداول في شؤون المنطقة. الرصيد الدبلوماسي لرئيس الجمهورية الراحل محمد البيجي قايد السبسي مثل علامة فارقة في مسيرته السياسية وفي تاريخ تونس، فخلال القمة العربية في نسختها 30 التي استضافتها تونس نهاية مارس المنقضي، تمكن رئيس الجمهورية الراحل محمد البيجي قايد السبسي من استثمار هذا الرصيد ليجعل من تونس وفي مرحلة صعبة ومعقدة يجعل منها مساحة آمنة التقى فيها القادة العرب رغم خلافاتهم وانشقاقاتهم، ويجعل منها أرضية نوقشت عليها عديد الملفات الساخنة في العالم العربي للبحث عن السبل الكفيلة بالنهوض بأوضاع المنطقة العربية الهشة. وغادر معناها هذه الساحة معناها وهو رئيس العرب، رئيس القمة العربية. قمة تونس كانت قمة متميزة على مستوى الحضور، على مستوى معناها مستوى الحضور القادة عدد الحضور، ولكن أيضا مخرجات الحضور والتنظيم معناها التنظيم اللي كان متميز باعتراف الأمين العام للجامعة العربية، باعتراف الأمين العام للأمم المتحدة نفسه اللي كان ضيف شرف على القمة. فالقمة العربية التي انعقدت في ظل انقسامات بين عدد من الدول العربية وخلافات جسيمة تعصف بها، اختار رئيس الجمهورية الراحل محمد الباجي قايد السبسي أن تنعقد تحت شعار قمة العزم والتضامن، وأن تكون نقطة التقاء القادة العرب لمناقشة التحديات والتهديدات التي تواجهها المنطقة العربية. فلا خيار لنا غير التآزر وتعزيز الثقة والتعاون بيننا، ومن هذا المنطلق نقترح عليكم أن تنعقد قمتنا هذه تحت عنوان قمة العزم والتضامن. مؤمنا بأهمية البعد العربي الذي يمثل أهم الثوابت الأساسية في سياسة تونس الخارجية، دعا رئيس الجمهورية الراحل
إلى ضرورة الوقفة المتأنية والحازمة لتحديد أسباب الوهن ومواطن الخلل في العمل العربي المشترك بهدف توحيد الرؤى وبلورة التقييم الجماعي للمخاطر والتحديات. يمثل البعد العربي أهم الثوابت الأساسية في سياسة تونس الخارجية، وقد أوليناه منزلة دستورية، وحرصنا على تعزيزه في علاقاتنا وتحركاتنا في مختلف الأصعدة. والقضية الفلسطينية القضية الأم، حرص الرئيس الراحل على إيلائها صدارة اهتماماته واهتمامات القادة العرب، وشدد على ضرورة الإجماع بصوت واحد خلال القمة العربية على توفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني الأعزل ووضع حد لانتهاكات المحتل الإسرائيلي. عديدة هي مواقف الرئيس الراحل محمد الباشي قايد السبسي، مواقف رسمت معالم شخصية سياسية محنكة خلد اسمها العريق في تاريخ تونس الأبية. الجانب الإنساني الذي جعله قريبا من قلوب التونسيين نكتشفه من خلال هذا التقرير. أنت اللي تحب تولي رئيس، هاو توا نوريك كيف معناها الرئيس، مش تعرف تخلق رئيس، تخلق مش تخلق. حركة نبيلة ومشهد مفعم بالإنسانية لما استقبل رئيس الجمهورية الراحل محمد الباجي قايد السبسي الطفل محمود ونصبه رئيسا في مكتبه تحقيقا لحلم طفل يعاني من مرض نقص المناعة. فهمنا ما ها؟ هاي ما تطولش يا عدل، هات يدك ولا معش حبيب. بمعاملة فيها الكثير من اللطف والأبوة والدعابة أيضا، طاف الرئيس بضيفه داخل القصر مرفوقا بمرضى آخرين وبأعضاء جمعية أمنيتي التي تسعى إلى تلبية أمنيات الأطفال المرضى وأصحاب الأمراض المستعصية لمساعدتهم على الشفاء. وقد تم مراعاة البروتوكول في هذا اللقاء، حتى أن سيارة رئاسية هي التي نقلت الطفل تحت رعاية الأمن الرئاسي. كثيراً ما التقطت له الكاميرا لحظات عفوية تؤكد تعلقه بشعبه، كان شخصية مقربة من جل التونسيين، فمنهم من يرى فيه صورة الأب الحكيم والوطني الغيور الجامع والحاضر في كل الشدائد والمحن. لا أخفيكم أن في مجال الصراحة أن زوجتي لمتني كثير قولاً أنت لم تعرف ابنائك، واليوم ستفقد الصلة مع أحفادك. فهمت أن خدمة الدولة مثل طلب العلم من المهد إلى اللحد. هو سليل المدرسة البرجيبية، إن خاطب شعبه كانت لغة الاتصال مباشرة، وتلك ميزة لشخص أتقن فن الخطابة. رئيس الجمهورية. وقبل الختام ندعوكم مشاهدينا لنستذكر معا مسيرة الرئيس الراحل التي امتدت لعقود وتنوعت فيها المسؤوليات. نتابع. نحمد الله على ما حبان به، وسنواصل إن شاء الله العمل من أجل أن تتم العهدة هذه. خاض رئيس الجمهورية أمم معاركه مؤخرا بتوجيه رسائل الطمأنة من قصر قرطاج، ففي ظهوره التلفزي قبل الأخير أكد اتصاليا أنه يمشي كتفا بكتف مع أزمتها الصحية، وسيتابع مسؤولياته على رأس الدولة حتى منتهاها بعد خميس صعب على وقع أزمتها الصحية وعمليتين إرهابيتين غادرتين وما سمي بحالة الاختناق الدستورية العابرة. أزال حالة الكسوف الانتخابي قبل رحيله بإمضائه الأمر الرئاسي المتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات التشريعية والرئاسية، وقطع الشك باليقين لأهم استحقاق سياسي تناغما مع سياسة التوافق التي تمثل عرف التعامل. تونس لا تساس إلا بالتوافق العريض، التوافق العريض بدون إقصاء. محمد الباجي بن حسونة قايد السبسي اسم قطاري طويل طول مساره وسيرته السياسية،
عمرا غادر عن ما يزيد عن 92 عاما، جمعا قضى ما يفوق سن تقاعد في السياسة ومحافلها ونصفها كرجل من رجال الدولة يتنقل مسؤولا بين أعمدتها. جمهورية التونسية رابعا، زمنا عايش الفترات الاستعمارية والملكية والجمهورية والثورية ثم الانتقالية، نهاية بالمؤسسات الدائمة عبر الوصول إلى كرسي قصر قرطاج، ليغادر تزامنا مع عيد الجمهورية مع مطمح شق تونس طريقها نحو التقدم بتاع القرن 21، لأن العالم قاعد يمشي مسارا. تخرج من كلية الحقوق بباريس منتصف القرن الماضي ليمتهن المحاماة، وناضل صلب الحزب الحر الدستوري الجديد قبل أن يتولى عدة مسؤوليات في الدولة أهمها حقائب الداخلية والدفاع والخارجية. كان الراحل من المؤمنين بالإصلاح من الداخل صلب الحزب الاشتراكي الدستوري زمن الحزب الواحد، ما أدى إلى تجميد نشاطه ليقود المعركة من الخارج صلب حركة الديمقراطيين الاشتراكيين، ثم عاد مجددا للعمل الحكومي سنوات الانفتاح. بعد رئاسة البرلمان أوائل التسعينات اعتزل طوعا السياسة وانكفأ للكتابة وتدوين المذكرات، لكنها استدعته مجددا من باب إكراهاتها ليتولى قيادة الفترة الانتقالية وصولا إلى إنجاز أول انتخابات حرة وديمقراطية. الراحل البورقيبي المدرسة والفكر والتأثر ظل يعتمد فلسفة سياسية براغماتية بسيطة تملأ ما هو فارغ وتفرغ ما هو ممتلئ، وكرر في مناسبات صعبة عرفتها البلاد أن قلب رجل الدولة يجب أن يكون برأسه في أحلك الفترات. أنا ما قلدتش بورقيبة، أما تعلمت عليه، وكل ما تعلمت تعلمت عليه. وتواصلا مع ما اعتبره دفعا نحو الأمام، دفع بمشروعه للمساواة في الميراث لما اعتبره نقطة تحول أخرى في تاريخ البلاد. إذا كان ثم شكون خدا المبادرة باش يحب يسوي بين في الميراث بين المرأة والرجل، لأن الدستور يقول لك، والدستور يعني فصول آمرة يقول لك على. ظل الفقيد مؤمنا بإرساء جسر عبور في المراحل الصعبة رغم الأزمة العارضة لعدم ختم تعديلات القانون الانتخابي وبإعادة انتشار سياسي لجميع حاكمين ومعارضين، لا جامع لهم سوى الوطن ورمزه العلم. عنا علم نتمسكوا به. إذن رحم الله الرئيس الراحل وعاشت تونس. مشاهدينا الكرام، إلى التذكير بالعناوين. في موكب مهيب وحاشد الرئيس الراحل محمد البيجي قائد السبسي ورثرا، والتونسيون يودعون رئيسهم ويشيعونه إلى مثواه الأخير بمقبرة الجلازة. القائم بأعمال رئاسة الجمهورية محمد الناصر يؤبن الرئيس الراحل محمد البيجي قائد السبسي، وعدد من قادة الدول يشاركون في جنازة الفقيد ويشيدون بمناقبه. وتغطية أعلامية محلية وعربية وأجنبية لجنازة الرئيس محمد البيجي قائد السبسي، ووداعه يتصدر عناوين أغلب الصحف. وفي الختام نشير إلى أنه بإمكانكم متابعة هذه النشرة وغيرها من الأخبار على بوابة التلفزة التونسية تونيزيا تي في بوان تي ان. بقيت متابعة طيبة لبرامجنا، إلى اللقاء.